تمام، ان الناس متضايقه من موضوع حجم الموضوع رمضان برافو صبحي كبير عليك، قوي يعني. يعني برافو عليك. خلاص لا لا لعيب جه لا لا اعاره، لا خلاص. انا رايي يعني لعيب جه اعاره وانا اصلا انت يعني وانا اه في اخطاء لازم احنا كاعلاميين ننورها، نقول ان طبعا مثلا ايه كان لازم وانت بند بتستقيل اللعيب الشراء يبقى لازم وبند يبقى في اوبشن تو باي، تتعلم بالظبط. من الدروس وبتاع، لكن في النهايه انا شايف يا كابتن الموضوع عادي جدا انا يعني. بقى انا يعني انا ما شايف، عادي يا جماعه، انا على الراجل فكره كان اعاره عندي، لعيب اصلا ما لا ما بمتلكوش، تسوى. النادي بتاعي قال ان هو يرجع مره تانية. عارف انا اقول لك الغلط من ايه غير الاخطاء اللي انا قلتها قبل كده؟ تخيل كده انا وانت كلنا واحنا قاعدين كاحنا الثلاثه، ان امير توفيق ما كانش طلع من القعده بتاعه رمضان صرح بان رمضان صبحي قال له ان انا بفكر ان اروح بيراميدز، كان الموضوع هيبقى ان رمضان، ما انت النهارده وانت بتشتغل يا كابتن ضيا مأجل في القرار. لا الموضوع وانت بتشتغل يا كابتن عادل انت مش عايز دوشه في اوضه اللبس طبعا صح، طبعا وداخل على مرحله مهمه جدا. وداخل على ماتش كبير ماتش الزمالك النهارده. ليه امير توفيق، وامير بحبه جدا يعني وشايف ان هو راجل ناجح بس هو ما ومثقف عملش كده من نفسه. ماشي، انا ما لا اعرفش لا ايه ده، رجع، انا لا استحاله يعمل كده من نفسه وينزل الكلام ده. طب انت فاهمني انا انا قصدي ايه ولا لا؟ بعتقد طبعا طبعا يعني في ليه انت فكره. النهارده ما طلعتش، احنا في فكره ما انك انت وصلناش تخبي لأ عن اجل امير تاجل عشان تاخد قرار، اجل بس ده مش قرار امير. يعني ايه، بس ما خليه اجل البوكس اجل طب يعني انا النهارده اطلع اقول ان ما وصلناش لاتفاق مع رمضان، ورمضان سيعود الى ناديه، رمضان سيعود الى ناديه، بس جه بعد كده هدرسفيلد باعه البيراميدز دي برايه، اجل المشكله يعني. انا ايه يعني، في فرق، في حد ما بيقول هو لك ايه انفايتنج ذا بريشر، بدعو الضغط، خبرات انا يا جبته جماعه في لنفسي، الشغل، انا اغلبت جبته نفسي المشكله لنفسي، لغايه عندي. ده صح. بس هو في جزء مهم كمان، انه رمضان اتاخد رايه وقال انا معاكم، انت فاهم؟ عشان كده المفاجاه كانت انه لا خلاص انا ما بقتش معاكم، كابتن انا هقول بدليل ان الاهلي ماشي في اجراءات التفاوض لاخر لا مدى، يعني يعني لاخر مدى، انت فاهم قصدي؟ خليني كابتن اقول لكم رمضان لكن ناحيه تانية. التاجيل اللي انت بتقول عليه ده انا معاك ليه فيه دخلت مليون نفسي في بمشكله؟ المية. انا نفسي اعرف ليه امير طلع من القعده، ايا كانت بقى هو كلامه ولا لا تعليمات، مش انا متاكد كلام، انها هو تعليمات. امير لازم يكون بلغ طيب اللي فكر بقى الكابتن محمود طيب اللي فكر في وبلغ سيد طيب لازم. الناس كلها عندها خبرات اداريه كبيره جدا وبيشتغلوا في كره القدم من سنين السنين صح؟ طبعا يعني ليه الناس ما قالتش طب امير معلش اطلع قول لقد المفاوضات مع رمضان فشلت، كان في وان رمضان انفعال، دلوقتي احنا لا نمتلك عقده وهيرجع لنادي الاصلي، كان في انفعال فعلا. ليه ليه؟ طب خلينا ناخدها لك من جانب تاني. هو موضوع رمضان انت اتكلمت كلمه عجبتني، ان احنا ادينا له اكبر من حجمه، دي حقيقه. عادي يعني لعيب انا خلاص، انا لعيب شخصيا مهم بس خلاص. لا مهم وخلاص. لا انا شخصيا بقول ان ده درس كبير قوي للنادي الاهلي، لانه اعتمد على كلمه لاعب وما اكتر من اللعيبه اللي بيراوغوا. بمعنى يعني اللعيب لما يطلع يقول لك انا مش هلعب في حته في مصر الا النادي الاهلي، لازم تعرف تماما ان ده بيعمل حاجه من وراك، ده رقم واحد، لازم تبقى بقت ذكي. عكس خلاص. بقت عكس. طب لازم، واللي بيبوس الفانيلا وبرده اللي بيبوس الفانيلا ده بيعمل كارثه. كهربا كان بيبوس فانيلا الزمالك كل لا اسبوع، كلهم لا لا كهربا كان بيبوس كلهم فانيلا بيناموا الزمالك كل جنب اسبوع. الفانيلا يا كابتن ميدو، نعم ولكن بيناموا جنب الفانيلا لا حرفيا بيناموا كهربا كان جنبها. بيجيب جول وبيبوس الفانيلا، بص وراجل عادي راح بص الاهلي، يا كابتن هو الناس، ابن الاهلي اصلا يا يعني. كابتن الناس يعني انا ذكرتهم لما اكون ابن سنة. الزمالك، معلش اقول لك حاجه، انا ممكن اكون انا ابن الزمالك صح؟ ابن الزمالك واجي العب في الاهلي وتقول لي احترافيه، ماشي احترافيه، تمام. بس عمري ما هجيب جون هبوس البادج هبوس البتاع، لا لان انا بيبوسوه برضه. انت فاهمني قصدي ولا لا؟ يعني كهربا ابن الاهلي من ناشئين الاهلي، لما تروح تلعب في الزمالك العب باحترافيه وموت نفسك وكل حاجه، بس لما تجيب جون ما تعملش كده يعني، بالنسبه حتى صح ولا لا يا كابتن؟ هي يعني انت لو شفت ميدو، حركه تعوده لو عليها. بقول لك ايه، يا كابتن لو شفت حازم امام مثلا بتاعنا، الراجل حازم انت امام كل حلقه بشيء حازم امام حازومه. طب لو شفته مثلا راح الاهلي مثلا تمام وجاب جول وباس مش مظبوطه يعني. بس خليني كنت عاوز اكمل لكم فكره مهمه قوي. النادي الاهلي المشكله بتاعت رمضان صبحي مشكله صعبه على طبيعه النادي الاهلي. بمعنى ايه؟ لازم نعترف ونبقى كلنا حاسين ان النادي الاهلي في الوقت الحالي اللي احنا فيه بيتحارب في حته خارج الملعب. بمعنى انا ما عنديش حته المؤامره عشان انا بنتمي للنادي الاهلي، بس انا هقول لك مال دي ومال موضوع رمضان. لا ما انا هقول لك، ما هو رمضان منهم، لانه بدا دلوقتي الشغل على النادي الاهلي ما يبقاش في المستطيل ده. يعني رمضان بيحارب النادي الاهلي؟ لا مش رمضان، حد متفق لا معاه؟ خليني، قالوا تعالى اكمل وجهه نظري. مش النادي الاهلي ما بيتحاربش دلوقتي جوه جيم، النادي الاهلي بيتحارب خارج الجيم. بمعنى دلوقتي النادي الاهلي مش هيبقى لوحده على الساحه،
ناس كتير قوي هتخش وفي لعيبه هتتاخد ولعيبه لا يعني هو النادي الاهلي عارف مين اللي بيحاربه ولا مش عارف؟ لا طبعا عارف وده مهم جدا. لا طبعا عارف. بص انا عايز اقول لك كلمه، لما يبقى الدوري المصري ب 400 يا كابتن ما انا هكمل لك لما يبقى الدوري يبقى الدوري المصري الرعايه بتاعته ب 425 مليون جنيه تمام، وانت دلوقتي في اتنين لعيبه يروحوا بيراميدز مثلا ب 260 مليون جنيه. انا مش بقول انا مين ب 260 مليون؟ رمضان واحمد فتحي فين 260 مليون؟ لا احسبها طلعت 200 قصدك على العقود يعني؟ اه بس دي على 3 سنين و4 سنين. معلش يبقى انت بتتكلم على انت بتتكلم على 460 احسب بقى 3 سنين 460 مليار بس على 18 انت بتتكلم على الفاينانس فير بلاي؟ كلام المال نضيف يعني الكلام ده لو ماشي صح بس انا بس خليني اكمل وجهه نظري بس عشان الموضوع هو احنا عندنا لعب مالي ما تخافش ما احنا لازم انا هقول له هرد عليه ما احنا لازم هنعمله بس هو انا اللي انا عايزه يا ريت ما انا اللي انا عايزه بعد ايه ما انا هقول له بس يا كابتن انا لازم يبقى بعد انا فاهم انه لازم يبقى بعد ما انت تتخصص الانديه وتبقى خليها تبقى شركه بعد كده اللعبه شركه النادي الاهلي لا وكمان ايه وتديني سنه ان انا اشتري وبعدين بعد السنه تعوضني 50% لازم يبقى مداخيلك من اللعيبه 50% وكل ده احنا دارسينه وعارفينه كويس بس اللي انا بتكلم فيه ان رمضان صبحي في الوقت اللي فيه بطوله افريقيا وفي الوقت اللي انت طول الوقت يا رمضان بتراوغ النادي الاهلي على انك متواجد في النادي الاهلي فكانت الصدمه في اللحظه اللي رمضان صبحي يعلن فيها انه طالع بيراميدز هو ما اعلنش ما هو ده اللي انا عايز اقوله لك والله ما اعلن لا اعلن يا كابتن والله امير اللي اعلن خليني ما انا عارف الا الان ما عارف ليه امير اعلن رمضان ما اعلنش يا كابتن لان رمضان قال له هو بيقول ان رمضان قال له يعني لا قال امير يعني انا النهارده قاعد معاك انت بتتفاوض معايا صح اسمعني بس أيوة. وانا النهارده بتفاوض معاك في اوضه مقفوله صح تمام. وبقول لك وعلى فكره رمضان لعيب صغير ما عندوش خبرات يعني انا لو مكان رمضان عمري ما اقول لامير توفيق لا رمضان ما بيفكرش بنفسه طيب. لا اللي بيفكر لرمضان لعيب عنده خبرات وناس عندها خبرات لا بس في القعده ما كانش موجود لا 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 ما هو اللي دخل يقوله كابتن متفق عليه كابتن عادل اللي دخل يقوله يا كابتن متفق عليه انا بقول لك على معلومات طب اقول لك حاجه أنا رمضان صبحي مش هيلعب في بيراميدز وقدامكم رمضان صبحي مش هيلعب في بيراميدز رمضان اشترى البطاقه من النادي الاهلي بس الناس اشتراها له بس بيراميدز اشترى ده بتاعها انا عارف خدها علشان النادي الاهلي ما يدخلش لان النادي الاهلي دخل اتقال لرمضان كده بالنص ان النادي الاهلي لو خدك واشتراك ها مش هنصفرك تلعب بره مش هنصفرك تلعب طبعا اتقال له كده اتقال له ان انت مش هتسافر تلعب بره ده موضوع كبير شريف اكرامي انت عشان انت بتتكلم عن شريف اكرامي لا 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 مش بقى انت بتقول ان في واحد لعيب تاني عنده خبرات هو اللي بيواجهه تمام شريف اكرامي طلع اكد قال لك ان انا راجل ماليش اي علاقه بموضوع رمضان كابتن اكرامي طلع قال ان انا ماليش اي علاقه بموضوع رمضان اللعيب بيفكر من نفسه من دماغه وانا وشريف طلع قال ان انا راجل دايما العيله بالنسبه لي هتبقى اهم حاجه لكن انا بقسم بالله ان هو انا راجل ما بدتلوش اي نصيحه قول لي يا كابتن انا بكلمك في اللي حصل ان رمضان صبحي يعني انت بتقول لا, لا لا انت بتاكد ان شريف قال له يعني انا ماليش دعوه بشريف اكرامي انت قلت لعيب كبير عنده خبرات لا لا ومش لعيب كبير وبس وناس كمان سمسره كبار جدا وناس شغاله الواد ده ما يكسبش لا عنده معلومات كبيره لا 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 وناس شغاله على النادي الاهلي كويس قوي انا بقول لك كده مش عشان بنتمي للنادي الاهلي كبير يا ابني ما هو الناس ما هو عاوزين يصغروه مش هيقدروا يصغروه لا لا بيشتغلوا عليه انت بتتكلم في ايه يا كابتن انت دلوقتي انت بتتكلم في النادي الاهلي في الوقت اللي احنا قاعدين فيه ده قدامك مش عشان انا اهلاوي ولكن النادي الاهلي دلوقتي بيتحارب خارج الملعب وليس داخل الملعب اي حاجه ما طاهر محمد طاهر جبناه ب 25 مليون جنيه مصر كلها اتقلبت طاهر 25 مليون هو 25 مليون جنيه ولا حاجه دلوقتي ما يا كابتن ولا حاجه انت عارف اللي حصل صغير ولعيب يا كابتن عارف يا كابتن ميدو ايه اللي حصل لا خليني بس اكمل دي عارف ايه اللي حصل يا كابتن ميدو بعد ما جبناه ب 25 مليون لعيبه كبار في النادي طلعوا ازاي 25 مليون طب وال 200 مليون دول انت لو كنت دفعت رمضان صبحي 5 مليون جنيه داون كان هيحصل لك ايه؟ ده رقم كويس النادي الاهلي كان هيحصل لك ايه؟ جدا رقم لا كان كويس. النادي الاهلي هيحصل له ايه؟ كان يطلعوا يقولوا انا بقول النادي الاهلي انا ماليش دعوه باللي بياخد واللي بيعمل كابتن صالح معلش انا فاكر ممكن انا هقول كلمه واحده بس كابتن صالح مره اجتمع بينا الله يرحمه الله يرحمه كان الفرقه وقال كان في مشاكل والحكام وانا مش عارف ايه قال انتوا مالكوش دعوه باي حاجه عليكم ان تتفوقوا فنيا لو تفوقتوا فنيا هتعدوا كل الناس تفوق فنيا في الملعب
وتفوق بشكل كبير جدا فنيا كفرقه كوره. ان هو بيفصل انت اكتر من كده تفوق انت كسبان دوري 16 انت فرق لا انت فرق انت فرق 16 بونت على التاني ونكسب تاني. ممكن ممكن اقول لك رايي؟ اتفضل. انا رايي بقى في موضوع المشاكل الكتيره اللي بيمر بيها النادي الاهلي سواء هي مشاكل خلقت لها او هي مشاكل موجوده بالفعل ملخصها او نتيجتها في الاخر كالاتي. معرفش تتفقوا معايا ولا لا. لو الدوري الاهلي كسب صح؟ الاهلي لو كسب بطوله افريقيا ابطال الدوري محمود الخطيب ومجلس ادارته هيروز طبعا ابطال تمام. لو الاهلي ما كسبش بطوله افريقيا ابطال الدوري كل المشاكل دي اللي هي قد كده دلوقتي هتبقى قد كده وكل الناس هترجع هتقول بس ده طبيعي في اي هزيمه. ما ده رايي انا رايي ان النهارده التشالنج الاساسيه والتحدي الاساسي هي بطولة اللي الاهلي بيفكر فيه ولازم ان هو يشتغل عليه انه يكسب بطوله افريقيا ابطال الدوري. لو الاهلي خرج من السيمي فاينل او حتى اتغلب بالفاينل سواء من اي فرقه من الفرق ساعتها كل المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها اللي احنا بنقول انا اول واحد بقول لكم ان هي مش كبيره هتبقى مشاكل قد كده. لان كل مجلس اداره شغال ليه اعداء وفي ناس بره.